محطتنا الأخيرة مشاهدينا في محافظة البصرة بالتحديد وصلنا إلى قضاء الزبير. هذا القضاء يعد واحد من أهم الأقضية في محافظة البصرة. حاليا نحن متواجدين في مضيف السادة البطاط وبالتحديد في ضيافة الشيخ عزيز البطاط أو السيد عزيز البطاط، راح يكون ضيفنا ومحطتنا الأخيرة لهذه الحلقة. كل هلا بك سيدنا. أهلا وسهلا في برنامج رحال. برنامج رحال حياكم الله حبيب. في مضيفكم مضيف السادة البطاط. أهلا وسهلا. سلمك سيدنا. سيدنا احنا جولتنا كانت طويله، بدينا من ابو الخصيب رجعنا للبصره القديمه وهسه احنا في مضيفك في قضاء الزبير. بدايه اريدك تعرفنا على العادات والتقاليد لعشيره الساده البطاط وتوضح للناس شنو الزبير وشنو بيها الزبير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. طبعا السادة البطاط سادة حسينية من زيد بن علي بن حسين جذورنا. نحن السادة البطاط نسكن من الأرطاوي، نسميه يبعد عن البصرة 75 كيلو إلى قرمة علي نسميها هاي من مطار البصرة. هذا كل أرض السادة البطاط، هاي أرضهم يمتلكونها. سيدنا هسه انت حضرتك والدك الله يرحمه تاي وبخت من توفى استلمتها انت؟ لا لا استلمت سيد صباح وانا بخدمتك. لا سيد صباح وده انت ان شاء الله ماكو فرق. ماكو فرق. بس يمكن اكو ناس ايضا مثلكم اباهم هم تاي وبخت توفوا وصاروا اولادهم مكانهم او اولاد اخوهم. صح. هذول هم شيوخ منتهي منهم، ما حد يختلف عليهم، بس احنا نقصد بشيوخ تجدد. الشيوخ اللي بعد انا ما اقدر احكي على الشيوخ، ليش بعد حمسه السيد يحكي علينا احنا يجوز يصيرون شيوخ شو تسوي؟ والله يا بعد كذا ولا فصولهم 200 مليون 300 مليون لا هذا لا يجوز.